وين الكابوري؟ وين الغاوي؟ وين الغاوي؟ وينك مدلون؟ وينك منصور؟ عني الراتب، عني الراتب، عن مدارس، عن مشافي، عني الراتب، عن مدارس، عني الكاتم، عني الدماء، عني الدماء، عني الظلم، عني الطغيان، عني الطغيان، عني الأحزاب، عني الأحزاب، عني الأحزاب، عن ميليشيات، عن ميليشيات، عن القتل، عن شوارع، عن مدارس، عن الحصة، عن الزيات، عن الزيات، عن معامل، عن الراتب، عن الراتب، عن الدولار، عن الدينار. مع الأسف عليك الغانمي يحلم هذا الغانمي. طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نتحدث في هذه الحلقة حول ارتفاع معدلات الفقر في العراق في ظل خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعن موازنة 2021 المقرر التصويت عليها في البرلمان يوم الاثنين المقبل. طبعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد بأن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاما يكفيهم، وأوضح بأن تخفيض قيمة العملة المحلية أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%. ممثل البرنامج في العراق عبد الرحمن ميحاج قال بأن البرنامج يرصد أسعار المواد الغذائية بما في ذلك متوسط سلة الغذاء التي تبلغ 2100 سعر حرارية في اليوم، وأوضح في حديث لصحيفة الصباح بأن 10% من العراقيين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن 35% يضطرون إلى شراء الأغذية الرخيصة، يعني 45%. لفت إلى أن نحو 3 ملايين عراقي من بينهم أكثر من 700,000 نازح ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأضاف بأن برنامج الأغذية العالمي يعمل خلال العام الحالي للوصول إلى 849,000 شخص في جميع أنحاء العراق من خلال الدعم الشهري للأشخاص الأكثر ضعفاً وبناء القدرة على الصمود وبرامج التغذية المدرسية، إلى جانب دعم الحكومة بما في ذلك رقمنة وإصلاح نظام التوزيع العام للحصص الغذائية. أشار إلى أن عمل برنامج الأغذية العالمي يتوسع نحو مناطق جنوبي البلاد حيث ترتفع مؤشرات الفقر، وأوضح بأن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 31.7%. رجح عبد الرحمن استمرار الارتفاع في سعر سلة الغذاء بسبب خفض قيمة الدينار العراقي، وبين بأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للعراقيين، وخاصة النازحين والعائدين واللاجئين وغيرهم من العراقيين الضعفاء في عام 2021. شدد على ضرورة دعم المواد الغذائية الأساسية للمساعدة في تقليل تأثير تخفيض قيمة العملة في القوة الشرائية للعراقيين الضعفاء. كذلك سيكون من الضروري أيضا صياغة السياسات لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من قطاعات أخرى غير النفط، وتقليل الاعتماد الاقتصادي على صادرات النفط من خلال تعزيز الانتاج الغذائي المحلي، ودعا إلى رصد الأمن الغذائي على المستوى الوطني وربط وتحديد متى يلزم اتخاذ إجراء ما سيسمح للعراق بالاستجابة استباقيا لاحتياجات الأمن الغذائي. أضاف على الرغم من اتخاذ الحكومة
بعض التدابير، إلا أن الجهات الإنسانية والتنموية الفاعلة في البلاد تحتاج أيضا إلى زيادة الجهود للتخفيف من تأثير تخفيض قيمة العملة في الفئات الضعيفة. وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في العراق ارتفاعا ملحوظا بعد قرار الحكومة نهاية العام الماضي رفع سعر صرف الدولار من 1190 دينار إلى 1450. وعلى الرغم من المناشدات الشعبية ومحاولات بعض النواب والسياسيين وادعائهم لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إلا أن السلطات وتحديدا وزارة المالية ترفض ذلك وتتمسك بسعر الصرف الجديد. عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان مازن الفيلي قال بأن مجلس النواب قادر على تخفيض سعر الصرف من خلال 1450 في موازنة 2021 التي لا تزال في البرلمان، وبانتظار التصويت كما أشرنا أنه ممكن يوم الاثنين يتم التصويت عليها. وأوضح خلال المقابلة بأن رفض هذه الفقرة سيؤدي إلى إعادة الموازنة إلى الحكومة لتعديل سعر الصرف. يوم أمس الجمعة أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان ندى شاكر جودت بأن إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه تتطلب وجود توافق بين القوى السياسية. هنخلي عليها خطا يتوافقون الجماعة حتى يرجعون سعر الصرف، لأن مستفادين هم بالحالتين مستفادين. طبعا العراق من ضمن الثماني دول العربية بلا طعام كافي في 2021 من إحصائية 45 مليون شخص يفتقدون لأمنهم الغذائي. معنا اتصال عمر من الأنبار، تفضل عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نعمة حالك الطيب. يا هلا بك. احنا يعني هاي سعر صرف الدولار صاعدينها علينا. نعم. ومدمريننا بالأسواق وبالمحلات وبالماركتات وكارثة. نعم. ايه استاذ يعني دمرنا دمار يا استاذ. هسه حاليا في شغلة. نعم. نعم. عمر اسمعني من التلفون مباشرة، نص التلفزيون للأخير فدوة. اي وطيت أستاذ الأخير هذا التلفزيون وطيته. نعم تفضل. اي أستاذ يعني أنا مقدم اسمه حاليا مقدم على العاطلين، يعني صار فوق 8 أشهر وما طلعينها. نعم. اي نعمة حالك. وهسه على كل شيء ما مستفاخير الحكومة أستاذ أحمد والدي. أسعار السلع بعد خفض الدينار ورفع الدولار. أي خفض الدولار دينار يعني كارثة. كشة تروح خفض مخضر الكيلو مال الطماطم يقول لك بالفين دينار يا أستاذ، والله كارثة. دمرنا دمار، شعب تدمر بطلاقة. نعم. وما يصير هيك يعني. الحكومة دمرتنا والله العظيم، تدمرنا دمار. أنا مقدم على العاطين صار ثمان أشهر كل شيء ما مستفادين. نعم. نعمة حالك. يعني هيش حالة ثانية يعني شلون تسولفونا؟ نعم. نعمة حالك أستاذ عمار. الله يسلمك ويخليك. أنا أشكرك أبو خطاب عمر من الأنبار. كان معنا أبو أسد من البصرة. أبو أسد، 10% من الشعب العراقي ما عندهم طعام، و 35% يضطرون لشراء بضائع رخيصة جدا لأن ما عندهم. يعني 45 والعراق من ضمن 8 دول عربية بلا طعام كافي بحسب إحصاء منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة. تعليقك. اي نعم حييك وحيي برنامجك. حياك الله يا أهلا بك عمر. يا أهلا بك أستاذ عمر عيني. نعم. 10% يعني هي منظمة المتحدة تقولها قليلة 10%، تقول 25، تقول 30%. نعم. شوف الجوع بالشارع، شوف العالم، شوف القدية، شوف التذكرات شلون بيهم جادي، يشوف البنزين خانات شلون واحد من يروح يفوت البنزين اللي ياخذون من عنده فوقات ينفلت، هذا كله بوق. زين انت الموازنه مالتك قاريها ب 45 دولار البرميل، وهسه البرميل ب 68، يعني فرق 23 دولار. نعم 23 دولار فرق. وين راح تروح 23 دولار بالبرميل من قاري الموازنه 45؟ زين هسه البرميل ب 68 فرق 23 دولار بالبرميل يا استاذ عمر. يعني نعم. وين البوق شلون يصير؟ احمر اصفر ابيض يرحم ابوك. الشعب تعبان، الشعب جوعان،
الولا ما منتهين نفسهم، ترى هذا بيطلعون من ايش تلاحظ التلفزيون، من يطلع لك واحد يصرح بعد 20 شادي واقفين وراه، اي كتله من الكتل تطلع تصرح يطلع واحد من رئيس كتله او نائب كتله برلمانيه، اللجنه الفلانيه، الجهه الفلانيه، كلهم والله من يطلعون بالتلفزيون الان يبنا نشوف واحد واقفين ورا 6 7 او 15 او 20 واحد اقول طلعوا الشوادي. هاي مو حكومه يا اخي، ذولا حراميه سراق سراق، ما اقدر اقول لك غير شيء، واني اشكرك ومشكورين على هالبرنامج. شكرا ابو اسد من البصره كان معنا. طبعا كما اشرنا بان العراق من ضمن 8 دول عربيه بلا طعام كافي في عام 2021، من يعني إحصائية 45 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقدون لأمنهم الغذائي. تزايد عدد الدول العربية التي تواجه انعدام الأمن الغذائي منذ العام، ارتفعت النسبة منذ العام 2011، حيث أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يوم الخميس الماضي في تقرير لها بأن 45 دولة بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء، وتضم القائمة كل من العراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والصومال والسودان وسوريا. ليبيا وموريتانيا والسودان والعراق جاءت في قائمة الدول التي تواجه انعدام أمن غذائي شديد ومتمركز، وليبيا انعدام الأمن المدني وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقدرت نظرة عامة لعام 21 العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بنحو 1,300,000 شخص، 23% من السكان، منهم يعني نحو 1,000,000 يحتاجون إلى مساعدة غذائية. نصف الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هم من النازحين داخليا أو المهاجرين الذين يقيمون في البلاد أو يمرون عبرها. يعاني العراق، إذا جاءنا العراق، يعاني العراق من الصراع وانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد. وحدد التقرير 4,100,000 عراقي بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية في العام الحالي، منهم 2,400,000 لديهم احتياجات إنسانية ملحة. يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد بحوالي 4,350,000 شخص، في حين أن 7,300,000 شخص معرضون لانعدام الأمن الغذائي. معنا اتصال أبو محمد من الموصل، تفضل أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك، تفضل. أخوي احنا على موضوع البرنامج مالتك. نعم حمار، جزاك الله خير. جزاك اي والله، تعيش الله يبارك فيك. انت مو بس البضاعة، كل شيء بهاي الحكومة فاشل وفاسد، ونطلب ونرجو ان ينتبهون للشعب، يعني الشعب انهار. نعم. الشعب بطال، الشعب يوم يمنع تجول وقال وباء وحكي الوباء. ما يصير هيك، الشعب هم جوعان عليكم على الشعب، ما يصير انت الاحزاب كلها ما يصير هذا الحكي، احنا ما نقبله ابد، يعني الشعب جاع. يعني هسه احنا لا راتب لا شيء لا معين، بس الاجور اليوميه الاجور اليوميه يوميه ملاحقين منع تجول منع تجول. تعال شوف الاسعار، صار كان الفخذ ابسط شيء صار ب 42، يعني العالم ليمته. يعني الوجبة الغذائية، احنا من نتحدث هاي صار لنا 18 سنة، الوجبة الغذائية على الموازنة والعشرات الملايين من الدولارات تأخذ شهريا من ميزانية العراق، ولكن على أرض الواقع أنت كمواطن عراقي ايش تستلم من الوجبة الغذائية؟ الوجبة الغذائية جابوا البارحة تمن، الله وكيلك، أجلك الله، حاشاك أجلك الله، والله للحيوان ما يأكله. نعم. باقي المواد تستلمون شهريا كافة المواد الغذائية؟ ماكو كلها، هاي صار لنا 4 أشهر إلا البارحة جاء التمن. ورا 4 أشهر بس استلمتوا التمن. بس التمن وما ينشال، يعني ذبينا الله يشهد ذبينا. طبعا وفترة النزوح أبو محمد راحت عليكم. والله النزوح كلها راحت، هذه راحت هباء منثورة، ماكو أي إشكال. شن فسر هذا الموضوع؟ يعني في ظل هذه الأرقام المفزعة وارتفاع معدلات الفقر في عموم محافظات
العراق والمؤشرات الدولية التي تتحدث أن نسبة الفقر والجوع في العراق في ارتفاع وتحذر من يعني هذا العام خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وخفضه من قبل الحكومة، شو تفسر هذا الموضوع؟ يعني اختفاء الوجبة الغذائية من 18 سنة، ارتفاع السلع والخدمات في العراق، شو نفسر هذا؟ والله يا شو تفسر له؟ هم والله يريد يغضون على الشعب عامة بهذا السعر الدولار، راح يغضون على حال الفقير، البيانات على الفقير هم ما متقدرين أي دور ما تبين عليهم، بس الفقير انهجم بيته حيشاب الفقير، ليمتى يظل الفقير يعاني ويظل الشعب يعاني؟ يعني ليمتى؟ نعم ليمتى؟ ما أعرف شلون، والله كريم، ما لنا خير الله ونعم بالله. أنا أشكرك أبو محمد من الموصل، كان معنا أم محمد من بغداد، تفضلي أم محمد. أم محمد تسمعيني؟ سمعت شلونك؟ تفضلي عيني. هلا يوم، هلا بيك، تفضلي. الله يعطيك صحة وعافية. الله يعافيك. ما تقولي وقت يسرق الدولار هذا، ما شاء الله غضب على راسهم يا خاله. أسمع حلو حلو. نعم. الله يسلمك، صحة وعافية إن شاء الله. الله يعافيك محمد. الله يسلمك. أشكرك على هالقناة هذا، الله يحميكم إن شاء الله من كل سوء. آمين لنا ولكم أجمعين. الله يسلمك، الله يخليك. والله يا خالة اليوم طلعت أشتري بطل من زيت يقولي ب3000 دينار، شنو هالظلم هذا يا خالة؟ أكو بطل زيت ب3000 دينار. نعم. يعني شنو اللي يصير؟ والله الناس كتبها من الجوع، ناس ماتت من الجوع. أنا يروح البلد ما مرتاح، وهذا يوم الشادي ابن الشادي يريد إصلاح، يا إصلاح بعد قدمه يا إصلاح، والشعب والله وقف على حيله بعد عم تعال شوف الناس كسلها من الجوع. الله أمه القرآن الشريف كسلها من جوع العالم. زين لو لا أنا يقول لي وين واحد يروح؟ واحد شنو اللي يصير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعطيك صحة وعافية إن شاء الله. الله يعافيك. كلمنا على كلهم. الله يسلمك. يوم حين. أنا أشكرك أم محمد من بغداد. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أخوي عمر أطبع مكمن المشكلة. أمريكا أكبر دولة بالعالم، يعني من خير من أعمالها المزينة. يعني أمريكا رادت العراق هيك يصير بيه، مو بس العراق، اليمن، سوريا، لبنان، دول العربية بصورة عامة، هم جابوا الديمقراطية هاي للعراق بهؤلاء الشراذم الجودي يحكمون العراق. يعني لو هم عراقيين بصورة عامة خدموا العراق، أشو من أزمة إلى أزمة، من أزمة إلى أزمة، يرفعون الدولار وينزلون الدينار العراقي، مجوعين الشعب، خاصة تموينية ماكو، النفط غلوه، البنزين غلوه، المواد الغذائيه غلوها، تموينيه ماكو. يعني ذولا كلهم مجرمين، رئيس الجمهوريه مجرم، رئيس الوزراء مجرم، النواب كلهم مجرمين، كل الحكومه مجرمه بحق الشعب. يعني انا اعرف لما يصير واحد رئيس وزراء او رئيس جمهوريه غير يخدم الشعب، ذولا ما يخدمون الشعب جيد، يخطون الشعب، فذولا كلهم مجرمين. يعني انا شايف واحد يجيب المواد الغذائيه للشعب رفاهية، حرية، ديمقراطية بين الناس، أشوف المخيمات بالضم، قتل الناس، يعني حتى عوائل القتل صلاح الدين أو بالفرحاتية أو بالنجف أو بكربلة أو بالبصرة أو بديقارة أو أي محافظة بالعراق. يعني شو يعني كل ما أقول صارت جريمة وقال لك يابا احنا برغبتنا صار عند نحل المشكلة. هم ما يحلوا مشكلة، هم يردون المشاكل تزيد. العراق دي يمر بأزمة فقر شديدة، عمل ماكو، ناس كبار بالسن لا رواتب لا حوافز، مهندسين يردون يتوظفون ما يوظفوهم، يجيبون الغريب يتوظف بالعراق. والعراقيين كلهم الضيم، فهذول كلهم إرهابيين، حكومة كلها إرهابية والمتعاونين وياها، وإضافة لذول النوم الجوي تبعية إيران. يعني إلى متى العراق يظل يستمر بالعذاب هذا؟ لا. العذاب هذا يعني لازم أن ينتهي. يعني الشعب إذا ما ينتبه إنه يتدمر بعد أكثر. زين
انتوا عراقيين يعني انتوا راضين بالمهزله هاي؟ كل ما قتل هسلاك يوم هذا الولد الرجال شاسب يعني مخور على ابنه على ابنه وفوق يقتلوه ويقول لك والله احنا راح نشوف منو قتله. هو يافا بيوم واحد انقتل والحكومه سوت التحقيق حقيقي ونسبه القاتل. هذول كلهم مجرمين ارهابيين. واني يعني اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. ابو شيماء من بغداد تفضل. ابو شيماء ابو شيماء تسمعني؟ ابو شيماء الو تفضل. ابو شيماء الو اسمعك ابو شيماء تفضل. الو اسمعك تفضل. يبدو ان هناك مشكله بالاتصال مع ابو شيماء. ابو احمد من الموصل. ابو احمد ابو احمد اذا تسمعني ابو احمد نص التلفزيون للاخير. اسمعك يا ابو شيماء. معك ابو شيماء ما نريد نتصل بك. شلون؟ الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نص التلفزيون للاخير عيني. الحمد لله تلفزيون نصي الاخير وتفضل. لكن على مثال المجاعه سوى هذول الناس الحكومه والله بطلت العالم من اجل يا اخي بهدلت. نعم والله بطلت جيت 3000 على الكتف والله عاهدت انا مالي كتف ماكو والله شاهد على لساني. بطلت انا من الجوع بطلت جيت 3000 دينار شيء تتم 20 كيلو ب 40000 واخذ الفخذ ب 50000 سووا علي انا يعني وهذا من التجوال مالي خلونا نطلع لعنده بستان ما يخلونا نصل ويروح عليه. الوجبة قاطينها. نعم تسمعني؟ اسمعك اسمعك واضح ابو احمد. الوجبة قاطينها كل سنة تشرب شوية زيت ماكو وسمن ماكو طحين يطحنونه بمطحن سمحتنا السعدون كان بالموصل ما ينشال طحينها. نعم ما حد يجزاك الله يطحنوا يجيبوا للعالم ما ينشال كل شيء. العالم يجوا يقولون احنا زينين اصلاحات تنشت العالم تحقيق لا اكو تحقيق لا اكو شيء ما حد حاكم. نعم زين ابو احمد يعني إيه؟ اليوم من الحكومة الوجبة الغذائية ما تتوزعها وبنفس الوقت قامت برفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي وما تدخلت بموضوع الأسعار يعني ما وضعت رقابة على التجار بأنه السلع الغذائية كل وحدة سعرها هلقد مو أكثر حتى تكون توصل إلى إيد المواطن بشكل صحيح بس تعرف ضرر المواطن له شنو يعني بالمحصله هو المواطن المتضرر. هم التجار مو الحكومه التجار. يعني كل البضاعه يجيبونها من وليه الفقيه من خميني بتايت يلمون تاوات الخميني يدفعوا الفلوس ويحطون اسعار على العالم. العالم هنا تموت ما ناجين عليهم الله كل العراق يموت بس خميني ياكلوا. نعم بس خميني هم اهم شيء خميني بلاد هم ولاد خميني عراقيين تبعيه ايرانيه كلهم ايرانيين حتى مفرعين جابتهم امريكا لما تمنى حثاله فثالث العالم قامت تحكم وهذا تعليه. نعم اني اشكرك ابو احمد كان معنا. ابو محمد من الموصل تفضل. ابو محمد اهلا اهلا بك اهلا وسهلا عليك حبيبي انت وقناه الرافدين حياك ومساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناه الرافدين الحره الشريفه. الله يسلمك ويخليك. بالنسبة للحقوق حبيبي يعني العراقيين مش من فتر للتلفزيون وما يعرفون وين عتروح وارداتهم وما يعرفون وين منو مصطلط عليهم. الله يرضى عليك ابني يعني احنا نعرف كل شيء بس طلطوا هاي الميليشيات على الشعب هي اللي هتكتوا هتك ابني ما جردوا من السلاح جردوا من هذا من كل شيء جردوا ابني يعني تدرج من الشعب اللي شعب تعبان شعب انتهكت حرمات انتهكت من وراء ايران الحقيره الذي حاربناه من سنوات وركحناه جاي تاخذ ساره هسه يا ابني. نعم. العراق كل شيء يعرف يعني ايش في ايش يسوي يعرف ايران تحكمه والله وذاتك وذاتك اي محافظ بالمحافظات العراق مالك كلها تابع لايران ابني الله يرضى عليك ما يصير محافظ الا ما ايران توافق عليه
نعم. بالنسبه للناصريه انت تعرف جابوا الاسد الرجال مغلوب على امره والله العظيم. نعم. يعني مغلوب على امره بامر بامر يعني بامر يا يقتل عائلته يا 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 يجي يمشي امور الناصريه. بالنسبه للموصل الموصل ابني نعم تعبت 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 والله تعبت الى ابعد الحدود طبعا. زين ابو محمد يعني حبيبي. الحكومه دورها وين من كل هذا اللي يصير؟ يعني على الاقل انه حبيبي. تتدخل بعدم رفع اسعار السلع لو صعبه عليها. هذه صعبه عليها ابني. نعم والله بيجي امر كل شيء ليه ساعتها احنا زناقل تمن اللي دي ينطوه بالخارج ينطوه للدواجن وما دواجن يا ابويا. نعم صحيح ولا ما صحيح؟ نعم. الزيت هذا لو اكو اردع منه كان جابوه بس ماكو غير الزيت والطحين والشكر والتمن. الشكر الحمد لله والشكر يعني دي وجهه نظر شويه ولا غير بعد قصيدك منه. نعم يا ابني هذا 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 حال العراق صار. صار احنا صرنا تبعيه لايران من الله يهتك ايران والله دار ندعي ليل ونهار لان امريكا تضرب ايران. ليل ونهار احنا بان امريكا تضرب ايران تضرب الدوله الكافره الفاسده الفارسيه المجوسيه هذول حقراء ابني عربنا من سنوات يقولون احنا ربحانين عربنا من ركعنا من الارض يقولون احنا ربحانين يا ابني. انا اشكرك ابو محمد من الموصل كان معنا. ابو زينب من البصره تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. الله يسعدك يا اخوي. يا هلا بك. بالنسبه ان احنا العراقيين بعد ما اي حل ويا هاي الحكومه واحزابها كلها. اللي يعني الجاي يصير بينا ما جاي يصير باي دوله وباي مكان بالكره الارضيه اصلا. نعم. فمن اي جانب الانسان من اي جانب المواطن يلتفت سلبي ويقاطع بالعراق هسه بالاخير رفعوا الدولار وقبل المتصلين يوميا والناس في السوق رفع الدولار والتجار من عندهم فماكو لا رقابه ولا اي شيء لا على اسعار ولا بخفض الدولار او الاسعار الاشياء اللي موجوده. نعم. فبالتالي هي مضطر المواطن يعني مضطر يعني شو يسوي؟ لازم لا هو يريد يعيش اكيد انه يريد يعيش يريد يعني يمارس حياته فيمارسها بشكل مو يعني طبيعي. نعم. فهم هاي هسه على هاي الميزانيه الجديده ولحد الان خب الاسعار ترتفع والميزانيه ماكو. وجاي شار هم منهم وبيهم واي شيء سعره ثلاث مرات سعره من المواد الغذائيه اغلى حاجه واكثر حاجه فما مهتمين يعني اي اهتمام. نعم. باي شيء من اي جانب ما مهتمين لا بالجانب الامني ولا بالجانب الاقتصادي ولا بالجانب المعيشه ولا بالجانب الاجتماعي والى اخره. نعم. اللي يردوه بس هم لهم يعني العراق يعني جاي يحسبون العراق بس لهم دولة اللي هي احزابهم وحكومتهم عبالك هم يعني المصطنعين هنا بالدولة هم مصطنعين هم لهم يعني على فصلي على قياداتهم هم يعني مو لا بمواطنين ولا بناس غيرهم موجودين من هنا بالعراق فهم اللي يريدوه لهم يمشي واللي الشعب ما اعرفه 1% ما جاي مش عارف 15 سنه جاي العالم تعاني مو اليوم امس لا وراح بالعكس راح تزود المعاناه وراح تزود الهمم وراح تزود هاي نعم مع الاسف لا جنوبة. انا اشكرك ابو زينب من البصره كان معنا. ابو زينب من النجف تفضل. ابو زينب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا ابو زينب تفضل. يعني ذاك اليوم قبل حوالي يومين او ثلاثه طلعوا رئيس وزراء كندا نعم
رئيس وزراء كندا قال بالنسبة لهذه جائحة كورونا نعم. قال على الشعب الكندي احتياطا للأمان والسلامة العامة لجميع الشعب الكندي نعم. أن يبقون في بيوتهم، والحكومة الكندية متكفلة بجميع مصاريفهم ومطالبهم واحتياجاتهم من المواد الغذائية والصحية إلى آخره. نعم. بشرف كانت قد شريف. نعم. يعني وكندا قد العراق حوالي 30 مرة 40 مرة. احنا تجي للبطاقة التموينية شهر يطوق طحين، شهر يطوق تمن، شهر يطوق دين. نعم. تجي للتمن اقسم بذات الله الدجاج ما ياكله. نعم. كله عصو، كله عفونة، كله كشور، كله تراب، ما اعرف شنو هذا. يحكي وياك يقول لك هذا عنبر، يا عنبر. زين. لبنان، لبنان وتحياتنا لهم، واحنا يعني من ارق الشعوب العربية. بس مجرد ارتفع الدولار قبل يومين او ثلاثة مقابل الليرة سدوا الطرقات والشوارع وهجموا على محافظة لبنان وحرقوا مباني وحرقوا المصرف اللبناني، واحنا عمدا يرفعون سعر وقيمة الدولار ويخفضون قيمة الدينار ويصعدون الأسعار بشكل جنوني، ولا عراقي طلع قال ليش. ومن طلعوه هذا الزعبور اللي مسويه وزير المالية اللي دمر البنية التحتية العراقية هذا علي عبد الأمير علاوي، سأل واحد من الصحفيين قال له ما تخافون يعني من غضب الشارع العراقي، قال له لا يحكي بكل هدوء، قال له لا احنا جربناهم وشفناهم ما يسوون شيء. نعم. وفعلا ما يسوون شيء هذول اذا ما يتحركون هم الشعب بكل طوائفه. نعم. تجي للرواتب كل شهر يطلع هذا عبد الامير علاوي قال هذا الشهر الراتب في موعد المحدد. نعم. تجي اقل وزاره اسبوع ياخروها، وطبعا دائما صاربين جام غضبهم على وزاره التربيه وخاصه. نعم. المعلمين والمدرسين ياخذون رواتبهم ورواتب المتقاعدين ويدوروها ببورصات الدولار في البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين والمصرف الإسلامي ومصرف الرشيد وبورصة الكفاح المشؤومة والمشبوعة، مئات المليارات من الدنانير يربحون بروس الموظفين. نعم. هذا حرام وسحت عليهم، لأن هذا ربا يأخذون أموالنا اللي لحقونا عليها وما عندهم غير الموظف، كل ما يصير كارثة يروحون على الموظف يقطعون راتبه انه باخر شيء ذا مو بزين. نعم. الان النفط وصل 70 و71 دولار، ليش لحد الان الميزانيه او الموازن يعتبروها على 42 دولار؟ طيب هاي 28 او 38 دينار بكل دولار بكل برميل، باليوم 4 ملايين برميل تصدر، هاي تجي يوم من راح تروح زين. نعم. هذا ما يشد العجز المفتعل. نعم. فعلى الشعب ان يثور، غير هاي ما تفيد. وشكرا. انا اشكرك ابو زينب من النجف كلام معنا. ابو مصطفى من اربيل، تفضل ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك خالي؟ يا هلا بك، الله يسلمك ويخليك. انا جيت من 2018 من الرمادي لاربيل واشتريت بي. نعم. اسمع هدي والله. نعم. وهنا الحمد لله رقابه موجوده، يعني بطل الزيت الثاني على قناتكم شفته ب 3000، عندنا ب 2000 وربع، يعني الحكومه فوقهم ما صعد كل شيء. اي والله. نعم. اي والله، والحمد لله عمان والله شفنا يعني الراحه شفناها باربيل. الله يدوم. الله يدوم نعمه. الامان والامن. اي والله يعني. والله حتى نعم من شفت الظلم غادي وما ظلم نعم. لا هنا باربيل وشفنا اي والله وعفنا ديارنا، حتى ديارنا غادي عليها ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعم الامان على كل العراق يا رب. اي والله الحمد لله. والله والله نشوف هالمأساة يوميا الى هذا يعني، وهنا الحمد لله امان والله
نشيل وطاها هوية ما نشيل. اي والله نعم. الله يحفظك ابو مصطفى. انا اشكرك ابو مصطفى من اربيل كان معنا. عطوان من بغداد تفضل. عطوان. عطوان رحم الله والديك. والديك عيني تفضل. ما عندي رصيد. تفضل تفضل عيني. رحم الله والديك. والديك تفضل. يا هلا بيك الله يسلمك. انا بالرعايه الاجتماعيه رحم الله والديك عمري 60 سنه. نعم. ما كنت موظف قبل عطوان. انقطع اتصال مع عطوان. رسالة على الواتساب يقول أستاذ عمر مساء الخير. الحكومة إذا اختلفوا فجرونا وإذا صالحوا جوعونا. أهم شيء عندهم ترضى إيران. العراق مو مهم. كيان من بغداد. رسالة يقول فيها السلام عليكم. طبعا للمجاعة بالعراق أسبابها الحكومة والسياسيين. الحكومات خليهم يشبعون هم والشعب مو مشكلة يأكل أو لا يعيش. هذه مو مشكلتهم. طبعا أنا أعتذر هناك رسالة طويلة أختصرها. يقول أو تقول السلام عليكم أخي. والله والله هذول ما عندهم لا كرام ولا شرف ولا غير. الشعب ما يريدكم أنتم يا الأحزاب. طل اطلعوا من العراق. شنو ما تحسون تقول. طبعا بالنسبة إلى موضوع الـ رفع قيمة الدولار ما زال طبعا يؤرق العراقيين. وهناك دعوات لدعم بعد صعود أسعار النفط. يعني تسجل أسعار النفط ارتفاعات قياسية رافعة للبرميل إلى أكثر من 69 دولارا. الإيرادات في العراق المرتكزة على الموارد النفطية آخذة في الصعود. ومنذ أكثر من 3 أشهر تم خفض سعر صرف الدينار. مبرر هذا القرار كان حينها مواجهة العجز المالي المتعلق بالموازنة التشغيلية في البلاد والبالغة نحو 5 مليارات دولار شهريا. تقول السلطات المالية بأن تخفيض قيمة الدينار أدى إلى تراجع الكلفة الشهرية إلى أقل من 4 مليارات دولار. ولكن المتضرر هو المواطن. وخفض الدينار هذا تسبب بتزايد الأزمة المعيشية في البلد النفطي. الأسعار ارتفعت والقدرة الشرائية تراجعت. ولا تزال تداعيات فيروس كورونا تهبط بالوظائف والمداخيل ليصبح الدولار سلعة جديدة تؤرق العراقيين وتزيد من همومهم اليومية. معنا اتصال أبو سارة من ديالة. تفضل أبو سارة. ألو السلام عليكم. تفضل عيني. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بيك. شلونك أستاذ عمر؟ الله يسلمك الله يخليك. تفضل أبو سارة. والله أستاذ عمر احنا بديالة. نعم. يعني قدرة إلهية عايشين. شغل ماكو. نعم. ارتفاع الأسعار. نعم. وكورونا. احنا رواتب ما عندنا. هاي نقص مال عطالة بشهر 100,000 واحنا قاعدين لشهرات. يعني احنا جاي نشوف المرة. يعني شنو هاي؟ يا عم متأذين متأذين العالم متأذين يا عم العالم. نعم. فقط يوزعون مثل أتم حذر يوزعون مواد غذائية يوزعون هذول كل شيء ما لا يخلونا تطلع لا يخل. يعني شلون تاليها وياهم ما نعم. وأنا أذكر قناتكم الشريفة. أني أشكرك أشكرك أبو سارة من ديالة. طبعا البنك المركزي العراقي يعني ثبت سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 دينار بدلا من 1182. يعني قبل ما رفع الدينار أو خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. وكذلك يعني البنك أو نوافي البرلمان أكدوا عدم وجود مبرر لبقاء سعر الصرف منخفضا مع عودة انتعاش أسعار النفط. يعني هم اليوم الموازنة اللي على أساس يوم الاثنين راح يقرروها سعر البرميل النفط عند 45 وسعره هسه 68 أو 69 دولار دا ينباع بالسوق. زين ذني الفرق وين راح يروحن؟ زين ليش لغاية الآن إذا الحكومة تقول إحنا البنك المركزي استفاد من موضوع رفع الدولار مقابل دينار ووفر 4 مليارات. زين بالمقابل وين البطاقة التموينية اللي صار لها سنوات مو هسه مختفية عن الشعب؟ مثل ما نسمع المواطنين ده يقول لك يعطونا حاجة أو حاجتين بالشهر ربما 4 أشهر 5 أشهر ما يأخذون شيء. ويعني النوعية رديئة جدا. وين هالبطاقة التموينية؟ يعني على الورق هناك مبالغ خيالية تصرف على البطاقة التموينية ولكن واقع الحال لا وجود لها صفر. غير الحكومة من يعني أبسط دور إلها هو الرقابة على السلع وعلى الخدمات حتى توازن. يعني هي اليوم إذا
تريد تسعف المواطن إن كان قبل كورونا أو في كورونا، المفروض في كورونا المواطن بدل ما يأخذ حصة شهرية خلي يأخذ حصتين أو حصة ونص. هسه الناس يقول لك عمي تجد السولف، إحنا بالشهر مدى نأخذ الحصة، صار لنا سنوات مدى نأخذها. معنا اتصال عادل من بغداد، تفضل عادل. تسلم عيني. إن شاء الله سيدي. تفضل عيني. الله يحفظك. الله يسلمك. والله الدرجات برعاية. إيه نعم. نعم. عيني انتالو يرجع تكثر مفجاعة جاي ضاعي. نعم. عندي راتب بالحشد والله. نعم. والله وقطع مرات في لا حشد لا رعاية لا هاي يعني انت طلعت من الحشد لو شنو؟ ليش ما عندك راتب؟ اي اي طلعت تقريبا من صارت هاي مال التعيينات وهاي واحزاب ايه؟ انا انسحبت والله كنت على هاي لوجه الله. نعم. اي ما عندي انا ما عندي راتب. ما طلع لك شيء. يعني اسمعك. نعم والله انا اشتغلت لو يعني وقطع امراض في هالسفاح. نعم ما طلع راسي يعني نحطوني 172 والله نعم بدي انجا اكل والله بدي انجا عيالي ما يتجوعنا ما بدوعنا والله مستقن الله. نعم الله يعينك. زين شقد خدمت بالحشد عادل؟ عادل شقد الفترة اللي خدمت بيها بالحشد؟ ومن كنت تخدم كنت تاخذ راتب لو لا؟ والله ما اعطوني كل شيء ما اعطوني انا سنة ونص انا وياك. نعم نعم. وزين يعني عفتهم يعني ما اعطوك الراتب؟ لا والله ويا سنه خمس ورا سنه وست اشهر. نعم او تركت. نعم والله يا عيني والله نامت وخافت وهاي طالت على شوفوا بعينكم الاشتكاك لله والبيت والله حتى عد هم عد. نعم ومن شكرتها وقلوا بك الله وقت عليكم ما يحصلكم اليوم. نعم والله مش ما عاد. الله يعينك. الله يعينك. ويا ريت ينسمع صوت عادل الجهات المختصة ويقول حل مثله ومثل أمثاله كثير من المواطنين اللي فقدوا وظائفهم. إنه مدى طعن المصطر يرجعون. نعم. يوم اطلع بالمصدر مال الحي العدلي يرجعوني والله يقولون. نعم. اني اشكرك عادل من بغداد كان معنا. طبعا بس اريد اشير الى احصائيات وزاره التخطيط في عام 2014 عندما كانت نسبه الفقر 20% بحسب ارقامها. ما أعرف ليش ما حدثت وزارة التخطيط نسب الفقر في المحافظات لغاية الآن. 52% نسبة الفقر في المثنى. طبعا المحافظات الجنوبية أكثر المحافظات التي سجلت فيها نسب الفقر. 52% في المثنى. القادسية 48. شوف الأرقام. عندنا كذلك ذي قار 44. هذا ده نحكي إحنا 2014 لعد هسه ويا كورونا شقد وصلت النسب. طبعا اليوم كشفت لجنة النزاهة في البرلمان يوم الاثنين الماضي بأن 241 مليار دولار حجم الأموال المهربة من العراق. وتحدث عضو اللجنة طه الرفاعي بأن الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون دينار وتشمل موازنات تشغيلية واستثمارية، وبأن مجلس الفساد أو محاربة الفساد اللي شكل عادل عبد المهدي يقول عمل في البداية بجهد كبير ولكنه واجه ضغوط
سياسية ما أدى إلى تراجع عمله. 241 مليار دولار كاش مهربة من العراق إلى خارج العراق، عدا اللي موجود من عقارات واستثمارات داخل العراق سيطروا عليها الأحزاب السياسية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.